وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله نبيل محمد المطاوعة، مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية. مرحبا بك سيد عبد الله في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا عن الخدمات الإلكترونية والهدف من تطويرها بشكل مستمر في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. في البداية شكرا على الاستضافة. طبعا تطوير الخدمات الإلكترونية في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل ضمن خطة عمل متكاملة لإنجاز جميع المعاملات الإلكترونية بنسبة 100%. وطبعا يتم ذلك خلال إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها بتقليل المستندات المطلوبة وتقليل عدد الخطوات بحيث ما تتجاوز الأربع خطوات، وأيضا تسهيل تجربة المستخدم من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام. وكل هذه الخطوات أتي كجزء من خطة التحول الرقمي اللي تهدف على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز النمو الاقتصادي. وقمنا بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتطوير 9 خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين والمقيمين، من أبرزها إصدار بدل فاقد أو تالف لجواز السفر للمواطنين، خدمة توصيل جواز السفر داخل المملكة، وخدمة توصيل جواز السفر خارج المملكة، بالإضافة إلى خدمة إصدار تذاكر المرور وخدمة تجديد السريع لجواز السفر، بالإضافة إلى أنها شملت خدمات إصدار وتجديد وإلغاء الإقامة وخدمة فترة السماح للمقيمين. والعمل جاري إن شاء الله ومستمر على تطوير الخدمات أكثر للوصول إلى تحول رقمي لجميع الخدمات. نعم سيد عبد الله، ما هو دور التطوير في تقديم الخدمات للجمهور من خلال القنوات الإلكترونية؟ بالتأكيد نسعى في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لارتقاء بالعمليات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات والخدمات، بالإضافة إلى تقديم تجربة سهلة ومريحة للعميل. أيضا نواكب التغيرات التكنولوجية المستمرة واحتياجات العملاء المتغيرة، واللي يساهم بشكل كبير في استمرارية الخدمات واستمرارية تحسينها بشكل مستمر. وهالأمر ينعكس إيجابا على رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار، ويساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد. نعم السيد عبد الله نبيل محمد المطاوعة، مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.